الخطوة الأولى تترشى النخلة، بعد كده هنرشها بالمبيد، هنحطها في المضخة دي وهنرش وهنبدأ نصور، بس لابد تترش عشان ينزل المتبقيات اللي باقية من المبيدات السابقة، وغالبا يعني لونها حتى يعني من كتر أكلت مبيدات شكلها لليل الطويل، فهنرش لها شوية مبيد. خلاص خلي المويه في الحوض، قفل المويه، خليه يتعبى شويه وقفل المويه عشان بحطب المركب هنا عشان ابغى اشوف الباش مهندس. امسك الجوال التصوير بس اللي تعب كده بس مية حجيب بس مية انقضى على مكان ثاني. خلاص انقضى على مكان ثاني. كويس كده مية ولا زيادة؟ لا خلاص شيل ايه؟ شوية حنحتاج جرعة. ايه ما مش هنحتاج جرعة، بس خلينا نشغل لك الموتور. هذه الحين كده بيصور ولا فيديو؟ خليه يصور فيديو. هو كده فيديو؟ ايه شغل الموتور، خلينا ننقص شويه من المويه. يا ابو ساحل طبعا هذه فيها عدة مشاكل، حشرة المن وفيها الأملاح الزايدة. صور هو. طب صورني انا احط المويه في الجالون واحط
اسمع، لازم نعدل اللي ده عشان يرش زي الناس. تمام. شوف لما حطينا المؤكسد في الارض ايش سوى؟ شوف التفاعل ده اللي بيطلع ده كله ملح. احنا ضروري الملح ده، شايف هذا كله اللي بيطلع هذا ملح، هذا بيعيق نمو النبات. الان بيصير عمليه تبخر للملح، بيصير غسيل للتربه. كل ما اعطيتها المؤكسد ده، ايه هذا غسل لك التربه من الاملاح. الان خلاص اختفى الاملاح تماما. نفس الوقت هو نفسه ده اللي غسل التربه، يغسل جذوع النخل خفيف قوي على حلم الغبار، حلم الغبار وعلى اللي هي العت هذا المن حق السوسه قوي اقوى من ده. هذا الان يعالج لك التربه، خلاص ما تلاقي املاح فيها. شايف كيف صارت الرغوه دي؟ هذه ملح. خلينا نصلح المضخة عشان نبدا نرش المركب زي الناس. اصبر حطها هنا. بس هذه سوسة النخيل. هذه سوسة النخيل. صور. كلها كبة كبة كلها. هنحط عليها مركب الف. مشينا ارجع ارجع ارجع. مو عليك هاي الحين حيروح. حطينا عليها مركب بي. الان اتفرج. اللي هرب. ايش اللي حيصير لها؟ خلال 6 دقائق. هاي خلال 6 دقائق؟ اي نعم. خارج النخلة في 6 دقائق. داخل النخلة من ساعتين إلى 24 ساعة. تعالي مشي انت. لا فين رايحة؟ لا فين رايحة؟ انت كوباها في الحقات دي. الباغة حقها هذي. لا خلينا كده عشان ايش تكون لايف. لأنه يقول لك حية بتتحرك. هي صحيح تتحرك بس ادي لها كمان 6 دقائق. اهم حاجه ما في حاجه تنزل عندنا هنا تحت. لا ما تنزل افا. ايوه ما شاء الله عندنا احنا راح 2 3 4 و 2 6 معروفه. الكبار ما يقدر يتحرك. قلبهم ما تخليهم قلبهم كذا. اي خلاص هم كذا ولا كذا. مجرد ما يبدا هاي الدوده دي دائما نلاقيها احنا بس لونها ابيض شويه عن كذي عادي. ولا هي تحت هذا عشان تعرضت لمبيدات كثيره فصار فيها بيجي لونها ابيض ومزرق شويه كده. اي صار لها وقايه احيانا تعرضت للمبيدات. طب هذه يقولوا عليها كويسه ما يقولوا عليها لا مي كويسه التربه. لا اسمع نجيب لها حاجه. حطها في العلبه احسن. ها هات العلبه. انا نقعد نقرب وراها كل شويه. نديها دواء. ما شاء الله بدات عمليه التفاعل زي ما احنا شايفين. اخلص ومجرد ما يجي لها الدواء تنتهي. اصبر لها شويه. ايش اللي بيصير الان؟ بدات تفرز عصاره من فمها. ايه هي العصارة صح هذه بيضة عصيرة بتموت شايف. بس هذه دي اسرع من دي في ال اي اليرقة اسرع يوم انه اليرقة اقوى من الحشرة الكاملة انت عارف. هاي تطير الحشرة ال اي بس هو من يوم ما يجي لها المركب يسبب لها اعاقة خلال 6 دقائق تموت بعضها. تبدا تنازع من 6 دقائق الى 10 دقائق بس مجرد يوصل لها المركب خلاص يعني تبدا عملية تدمر الخلايا حقتها من الداخل. قاعد اصور. خلاص؟ لا لسه ما اشتغلت فيه. ارسل لك صور انا. هذه الحجر ترى ملح. ياكل الاملاح ده هي. هذه ايش نوعه؟ اسمه داروك بيتش. داروك بيتش. بسم الله. بسم الله. خلاص. هذا يكفي كم يوم؟ ولا كم فترة ولا؟ 3 تعبئات خزان. ايه بس. لكن موجود برا؟ المفروض انه يكون في البير. ايه. خلاص؟ لكن موجود متوفر برا ولا؟ لا هو في المصنع عندنا بس. السلام عليكم دكتور سمير. هذه التربة تربة جيرية ملحية فيها كلس. هصب لك
مركب عليها ونجي نشوف بعد شوية. الشجر هذا ضاربه ملوحة، الملوحة جاية من التربة، الموية فيها ملوحة شيء بسيط، لكن أغلبيتها ملوحة جاية من التربة. الآن حنصب المواكسد لهذه الشجرة، حط لي موية الثانية. أبي الحوضة، الآن حصير الرغوة دي اللي حتطلع، هذه الأملاح اللي موجودة في التربة. كل هذه اللي ضاربها ملح، هذا نشاف الملح، وبغالها كمان عناصر. حشوف السماد اللي عندك يا باش مهندس شوية، حتوريني السماد اللي عندك. إيش السماد اللي أنت تستخدمه؟ سماد غنم. في موجود؟ كده تحطه في برميل صفيحة، نعبيه نعبي عليه مويه. طيب عموما في طريقة، حنحضر سماد، راح نحضر سماد بحيث انه السماد يكون ما هو فيه املاح نشادر، حيكون سماد احماض امينية. شوف يا دكتور الان اللي بيصير تفاعل مع الاملاح اللي موجودة في التربة، هذا المواكسد. طبعا انت تسوي العملية هذه، طبعا انا حاسب كمية قليلة اللي عندي، المفروض نعطي لها 15 لتر وخلاص وننسى موضوع الاملاح هذه مرة واحدة. خليني ارجع للملح اللي صبيته هنا. يعني اغلبية الشجر ماسكته املاح، املاح شديدة يعني. هذه النخلة ايضا جاتها شوية املاح، جاتها شوية مشاكل على الجذع. فالان حنشوف موضوع الاملاح ده اللي جاها. اخبار السوسة ايه؟ خلاص واحدة ماتت، اثنين ماتت، ثلاثة، اربعة، هذه اثنين بتعافر. انا لا تقريبا 5 دقائق. ايوه الله يعطيك العافيه. خلاص احنا كده عالجنا موضوع الاملاح، والله المشكله كلها في صدري. طيب الان بعد 20 دقيقه يا دكتور سمير شوف ايش اللي صار. خلاص هذه ماتت طلعت عصارتها، هذه ماتت طلعت عصارتها، هذه ماتت هذه طلعت عصارتها، هذه ماتت هذه ماتت، كلها بتطلع عصاره. خلاص هذه الان يعني تقدر تقول منتهيه تماما. شوف السائل اللي تحتها هذه متبقياتها، والان خلاص يعني كمان 10 دقائق توقف حركة نهائيا. خلاص فحسيبها عندك، وانت بعد كده شوف ايش اللي تبى تسويه بيها.